هذا ديال الكنيسه بالماد هذا ديال الكونسيليرا نحبك انا ديديكاس لخوتي ديديكاس الطبيعه مروان علي مروان احسن مخرج في العالم مخرج اكثر واحد متواضع في العالم ضربني الضو دابا ضربني الله 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 3-0 ان شاء الله الله على السي مروان الله يحفظك الاغلبيه جابوا الفطور ديالهم وفطروا اليوم في التيران مزيانه شنو سبورتير الجيري ديما شبيبات القبائل ومولوديات العاصمه شباب مرحبا بكم معايا في هذه القناه الجديده قناه مروان بالمهدي اللي غادي نديروا فيها ان شاء الله بزاف ديال لي فلوغ اللي هما رياضيين وماشي حتى رياضيين ان شاء الله قناه لا تهتم بزاف ديال لي زيفينمون ان شاء الله في قادم الايام. اليوم جينا باش نتفرجوا في ماتش ديال الرجاء وفاق سطيف الجزائري، ماتش مهم وكبير وحاسم حيت هو اخر لقاء في دوري المجموعات والرجاء خاصها تنتصر ولا على الاقل خاصها تعادل باش تتفادى انها تطيح في المتصدر ديال المجموعه المقابله. اليوم ماتش جا في ظروف اللي هي سبيسيال حيت اليوم اول نهار ديال رمضان هذه السبعه بقى ساعتين وتقريبا التيران كله عامر والاغلبيه ديال الناس جايين معاهم الفطور ديالهم، دونك بقاو معايا اليوم باش تشوفوا الاجواء كيفاش دايره. وما ننساش كذلك اليوم كيشهد الرجوع ديال مجموعات المكانه اللي تعطي بطبيعه الحال واحد النكهه واحد الحماسيه للمقابله، دونك بقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا معايا الفلوق من الاول حتى الاخر. باي. وبحالي بحال جميع الرجاويين جبت معايا الفطور ديالي حتى انا، دونك غادي نحاول ما امكن اني نلقى شي بلاصه وغادي نمشي نفطر فيها وعاد من بعد ان شاء الله غادي ندخل باش نتفرج في الماتش. كما قلت لكم الشباب اليوم باقى ساعتين تقريبا على الماتش وتقريبا نشوف الجماهير تبارك الله اجواء غير عاديه، كلشي تحركات في جنابات ديال المعمع محمد الخامس وتقريبا باقى ساعتين على الماتش والتيران تقريبا غادي يكون عامر داخل ديما رجاء. دونك بقاو معايا الشباب نشوفوا كاملين الاجواء المحيطه بملعب محمد الخامس. باي. الربح ديال الرجاء ان شاء الله. شحال شحال النتيجه ان شاء الله؟ 3-0. انت يا خويا 3-0. شحال؟ 2-0. شحال اخويا؟ 7. ديما رجاء. ديما رجاء. ديما رجاء. ان شاء الله اخويا ان شاء الله. كما قلت لكم الشباب اجواء غير عاديه في المحيط ديال مركب محمد الخامس، بقى تقريبا ساعتين على المقابله. هاي المقابله. وي هاو البريز ديالكم فطروا به ففتي راه صحاب صحاب فطور صحاب فطوركم هذا. ديما رجاء. ديما رجاء 5-2. دونك بقى معايا الشباب باش نوريكم الاجواء المحيطه بمركب محمد الخامس ونشوفوا ان شاء الله جماهير كيفاش غادي تدخل للتيران. من سلا جاي نشجع الزريده. من بلاصه في سلا. من الواد 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 بارك الله عليكم. ديما رجاء. ديما رجاء ديما خضراء ديما خضراء ولا مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. ديما رجاء وديما مغرب. ديما مغرب. متولي وخا ما كاينش اليوم انت ولكن اللي جاي يقضي. سالينا اللي جاي يقضي. احنا ما عندناش اللي جا كيقضي الغرض في الرجاء. شكرا. ان شاء الله خمسه. دونك كما شفتوا الشباب الاغلبيه متحمسين وكيقولوا بان ان شاء الله غادي يربحوا بخمسه، المهم ما نزيدوش فيه، نتسناو خصنا المقابله تلعب بواحد الرجوليه وبواحد الواقعيه وما نتغروش بزاف، واخا اننا ربحنا في الماتش ديال لالي، الماتش ديال الروتو ما غاديش يكون ساهل، ديما رجاء وان شاء الله كنتوقعوا غادي نفوزوا بيان سور ولكن نحطوا رجلينا في الارض. مبروك عليكم رمضان. الله يحفظك. ايه مربوحه. اليوم شحال تكون النتيجه؟ تكون شي 2-0 واقيلا. لا رمضان الرجاء كيتصفيلوا الرجاء رمضان. كاين ثلاثه وخمسه. خويا مروان بالمهدي تحيه كبيره وبغوك ان شاء الله مزيد من التالق. تقريبا بقى ساعه ونص وكنسمعوا الاصداء ديال الجمهور ديال الرجاء من برا ديال التيران. اجواء غادي تكون سبيسيال اليوم في نهار سبيسيال اللي هو النهار الاول في رمضان، دونك توقعوا الشباب غادي تكون شي مقابله ناريه ان شاء الله وحماس كبير كما كتسمعوا. الجمهور بدا كيدخل، حنا الان في الزون 3 ما عندي ما نقول، الصور غنيه على كل تعريف. ديما رجاء. عليكم تحياتي لجميع الرجاء وجميع المغاربه وديما رجاء والله يدخل علينا بالصحه والسلامه هذا العام هذا ان شاء الله وان شاء الله مربوحه وحنا خاوه ما كاين عداوه بحال بحال الجزائر الحمد لله. بقى نتلاقى صحابي الرجاويين ضروري خصنا مبروك. اش قول لي علينا وعليك قول لي شحال النتيجه اليوم ان شاء الله شحال النتيجه؟ شحال؟ 1-1 مربوحه. ديما رجاء شوف هاد اللقطه غتبقى تكرر بزاف اليوم. ديما رجاء خويا انا ديما رجاء ديما رجاء. شحال النتيجة إن شاء الله؟ 3-0. 3-0. ديما خضراء. ديما رجاء. هاد القطعة ديالها تبقى تكرر إن شاء الله اليوم بزاف حيت الأغلبية كيعرفوا بعضياتهم، جمهور الرجاء كيعرفوا بعضياتهم، ندخلوا إن شاء الله نتلاقاو
المدرسه ديال الرجاء راه دايره بحال الدار ديالنا، كنتلاقاو فيها كاع الناس اللي ما كتلاقاوش في القهوه، ما كتلاقاوش السيمانه كامله كنتلاقاوهم في التيران ديال الرجاء. ديما رجاء ان شاء الله 2-0 2-0 صافي خمشي ان شاء الله 4-0 خويا ديما رجاء شحال؟ واو تحيه هاك هاك ماك زربان ماك زربان اصاحبي راه غادي تدخل مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه مربوحه. شحال كتوقعوا نتيجه الشباب؟ 2-1 كما قلت لكم الشباب اليوم كلشي كيتفائل اننا ان شاء الله غادي نربحوا، ولكن خصنا نحطوا رجلينا للارض ما خصناش نتغروا ان شاء الله، حنا الاولى غادي نبقاو ان شاء الله اليوم في مجموعه. دونك الشباب ان شاء الله اليوم اخبار الخير اخبار الخير ان شاء الله، اول نهار في رمضان وغيدخل ان شاء الله مبروك مسعود على جماهير الرجاويه بالعوبه ديما رجاء رجاء مراجع مراجع مربوحة ان شاء الله عواشر مباركة الله يحفظك مروان وياس ديما راجع ديما راجع اليوم الرباع 4-1 4-0 2-0 ان شاء الله عشيري ديما راجع عارفين بان ما كاينش اليوم مسوالي ما كاينش ديال اللعابه بيان سيغ كاين ما كاين الدراري كاين بزاف كلشي ان شاء الله المقابله مربوحه ان شاء الله شويه اكيد ملي تولي الدينامو ديال الفريق الله ديما راجع كيف غدا الاجواء اليوم مع رمضان اول رمضان بخير مزيان الاجواء بخير يا ليلي عين فطرنا مزيان شكون هذه نصليها في يدكم اي باش نصليو حنا مالنا اسرائيل راه مسلمين ضروري اخويا الصلاه الاولى غنتفرجوا في الرجاء وغنصليو وغندعيو الله وكلشي الله يحفظك ليا الله يسهل عليك ديما راجع تبارك على الناس ديال التنظيم اللي كيسهروا على التنظيم ديال المقابلات كارا رجاوي سي حميد سي حميد اه رجاوي كريمبو برافو حنا خدام ديال كار حنا مع رجاء معودين هو مغربي هو كيسهر على التنظيم وصافي هادشي اللي كيعرف تبارك الله عليكم الشباب شامبيوني شامبيوني اولي 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 كتفطروا الاغلبيه ديال الرجاء وين تفطروا انهم يجيو معاهم الفطور ديالهم باش يضمنوا انهم اليوم يدخلوا التيران الدراري كيداو يستقوا الفطور برا ديو ديالكم رجاء خويا الفطور في المكان ماشي مشكل شوف اجواء واخا هكذاك الرجاويين يفطروا في المكان اهم حاجه انها تحتاج تفرقهم على الحبيبه ديالهم وانهم يشدوا بلاصتهم في التيران وانهم اليوم يدخلوا يضمنوا بلاصه في التيران الدراري بالصحه والراحه شنو كتوقعوا النتيجه؟ 3-0 شباب ديما راجع بالصحه الفطور ديما راجع بالصحه فطوركم الشباب اول دخول للملعب ان شاء الله غنشوفوا الاجواء كبيره التيران كله عامر الدراجه ديال المدينه كلها عامره عن اخرها تقريبا ساعه ونص كتسنى على المقابله ولا ما كان شاغل شدتنا حنا زاد ها هو تحضر اللوين مكان الخضراء ساعه ونص تيران كله مفرقع كلشي جا يشد بلاصتو حيت اليوم ماتش كبير وماتش حاسم اليوم الاول في رمضان ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله نهار مبروك على جميع الرجاويين السادة ديالنا كنيشة في المهدي المهدي السادة ديال لا كون جينيرال كنحبك انا وليت كنحبك الله الرجاء رابحة ان شاء الله شحال شحال خمسة حبيبي أجواء رائعة قبل من ساعة ونص على المقابلة ما كاينش بلاصة وحدة شاغرة في العمود ديديكاس الخوش ديديكاس الطبيعة الله يلعن عندي تو انت جبتك بعيد تاك
انا عندك باج ديال 2006 شعلنا النار وهذا الشيء عمره ما صار والخضرة عمري ما ننسى من صغري راني نهوى تقريبا بقى الساعة وربع على المقابلة وبقى جماهير كتدفق على زمن بقى محمد الخميس الأغلبية الجماهير جات وفترت في التيران في مراجع رباح ان شاء الله حنا نتيجه زوج واحد ان شاء الله ديما راجا خويا ديما مروض ما شافني طم اللي زاير في البلان والله ما فكيت قدره وبيضاء ديما راجا ديما راجا يلا مربوحة إن شاء الله شي جزء مربوحة دي مراجع مراجع مربوحة إن شاء الله مربوحة مراجع مربوحة دي مراجع 3-0 3 إن شاء الله لعبوا عليها حتى الراجع العام لا داك اللي يري يدير مربوحه وي ديما راجع مربوحه مروان ابي مروان اش عندي كذوب عندك خويا كلشي مزيان شفت تلاقيت دابا تلاقيت معايا احسن ابره في العالم الله يحفظك خويا كتوقع بالنتيجه خويا احسن مخرج في العالم احسن مخرج اكثر واحد متواضع في العالم هو هذا الله يحفظك كلشي مزيان الله يبارك فيك اخويا ان شاء الله تتمنوا ان شاء الله شوف هذا اول فلوق ديالي ان شاء الله على القناه الجديده غادي ندير فيها ان شاء الله فلوقات رياضيين وغادي نتبعوا لي زيفينمون وابره هو اكثر الناس اللي شجعوني في هذه لافير هذه دونك خويا انا ضربني الضو دابا ضربني الله 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 دابا هاي الله يسهل عليك اخويا مروان تلقاو ستيران ان شاء الله ومربوحه خويا بارطاج ها نساو الجيم ابون بارطاج قالها ابره قالها ابره خويا بخير الله يحفظك الله يبارك فيك مربوحه ان شاء الله ان شاء الله نتيجه 3-0 ان شاء الله بخير الله على السي مروان الله يحفظك الله يبارك فيك شكرا ديما راجع مربوحه ديما راجع من قبل من الماتش تقريبا شي 5 ديال السوايع والجمهور ديال الرجاء كيتقاتل على جنبات محمد بكر محمد الخميس اليوم ماتش كبير ماتش حماسي غادي يشهد كذلك العوده ديال مجموعه المكانه ان شاء الله دونك خويا
تشد بلاصتك ما تخافش ما تهربش. تحياتي صافا. شحال كتوقع النتيجه اليوم ان شاء الله؟ 3-0 ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. 3-0 كما قلت لكم الشباب اليوم ماتش حماسي وماتش كبير حيت اليوم اخر ماتش في دوري المجموعات والراجا ضروري خاصها تربح ولا على الاقل تعادل باش ان شاء الله تضمن المرتبه الاولى. حيت التنظيم صراحه تنظيم محكم الساعه الحمد لله الامور كلها غدا مزيان كلها تحت السيطره. الجمهور دخل تقريبا بقى ساعه على قبل بقى ساعه ياك هذه مراجا بقى ساعه تقريبا باش يبدا الماتش وانا باقي كندور تقريبا على كاع لي زون. جو حماسي وكلشي متحمس واليوم جو رمضاني صراحه اليوم سبيسيال خويا رايح منك ديما رجاء. كما قلت لكم ملي كتجي للتيران كتجي بحال كتجي لداركم اغلبيه كيكونوا كيعرفوك. صافي بليزير اليوم نهار كبير اول فلوق ديالي اول فلوق رياضي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. كنتوقع ان تكون شي نتيجه اللي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. ضيف العالم ديما ديما رجاء الرباح اليوم الرباح ديما رجاء ديما رجاء شباب من احسن اللحظات اللي عند الجماهير الرجاويه والجماهير عامه هي ملي كيدخلوا للتيران وكيدخلوا كيشوفوا هذا المنظر هذا تقريبا 45 دقيقة ولا ما كانش غير مركب واحد الخامس تيران عامر. شوف سعيد أحسن سعيد في العالم أحسن سعيد في العالم هو هذا سعيد غزال دري رجاوي وعزيز عليا بزاف. جيت عندك تلفاز بومبي ويقلب عليك ما خلاونيش ندخل وجيت عندك. الله يحفظك اش كتوقع الله يحفظك اش كتوقع ان شاء الله النتيجه ديالك؟ 3-0 كيفاش كانت الاجواء؟ جمهور زوين جمهور عالمي رجاء كبيره رجاء كبيره 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 بزاف. شادر كريم مبروك بواشاكم يسهل علينا وعليكم كاملين وردي رجاء ونحاول ما امكن نوصل الصوره ان شاء الله للجماهير اللي ما كتبقاش في بلاصه. الجماهير اللي عايشه برا المغرب وعايشه برا كازا ان شاء الله نحاول نوصل لهم ان شاء الله الصوره نوصل لهم الاجواء كامله كما هي ان شاء الله. الله يحفظك خويا سعيد نتلاقاو ان شاء الله. الله يحفظك. رجاوية واش انت رجاوية؟ بالآه ها واش انت رجاوية؟ بالآه علاش جات تبكي علاش؟ اي والله اي والله لا 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 زوينة بلا تفضل رجاوية زوينة. شباب كما كتشوفوا معايا هذا هو المكان المخصص للجماهير ديال وفاق ستيف الجزائري. باقي لحد الساعة تقريبا باقي نصف ساعة وباقي الجمهور ديالهم ما جاش ما عرفتش علاش.
3-1 فريمون تيرا اليوم عامر الوليد والوليد الدولية تنجا شباب بقات لنا تقريبا 10 دقائق على بدايه المقابله وغادي نحاول نتحول من لا زون 2 وغادي نحاول نمشي ان شاء الله للتريبين 3 نحاول ندير لي جهدي باش نوصلوا ان شاء الله الاجواء اللي كاينه حتى تمايا باي حاولوا امكن دابا نغادروا لا زون 2 وغادي نمشيو لا زون 3 ان شاء الله اللي هي التريبين ديال جمهور ديال الرجاء وغادي نحاولوا نوصل لكم ان شاء الله الاجواء من تمايا خرجت بمشقة الانفوس من لا زون 2 وانا في طريقي ان شاء الله لا زون 3 غادي نحاول ندخل تمايا ونوصل لكم الاجواء من اقرب نقطه للمكان ان شاء الله باي المراجع كنحاول نجري الشباب حيت بقى تقريبا ما كاملاش 5 ديال الدقائق وغادي يبدا الماتش وما بغيتش نزقل الدخله ان شاء الله دونك كنحاول ما امكن نسرع ونزرب باش انني ان شاء الله ندخل ونصور لكم الدخول ديال اللاعبين بقاو معايا باش تشوفوا الاجواء كيفاش غادي تكون من لا زون 3 باي لا زون 3 كما قلت لكم عامره ومغلقه عن اخرها وبحابسين الباب مي غادي نحاولوا ما امكن اننا ندخلوا ونلقاو بلاصه في وسط الجماهير سلكت بمشقة الانفس لا زون 3 ما كاينش باش تقدر تحترف ديك البيبان تسدو على بعد تقريبا 2 دقائق على بدايه المقابله غنخليكم مع الاجواء الشباب اجواء حماسيه رائعه ديما Penalty! 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 Penal
عجبات الكاميرا؟ احلى عبرة في العالم. اخوان السلام عليكم، فيديو جديد اخوان. تعاونوا مع مروان الرئيس الساهل، راه تيدير شي حاجه برو. السيد تيخدم ومخرج رجاوي اللي خاصو شي فيديو كليب يجي عند مروان يتهلا فيه. وما تنساوش جيب كومونتير وتابوناو سبسكرايب. وي اسامه، شوف بركه خويا شافنا ولد مزير شويه كنت مارك هذيك البيش كانت فينا غادي نلعبوا مرك فين شاء وشمنا ان شاء الله دوزا ميطا يكون شي بيت لي خلينا ان شاء الله. شحال كتوقع ان شاء الله يخلينا؟ ان شاء الله جوج زيرو ان شاء الله مربوحة ان شاء الله. رجع ولا في الله راه ما بقاتش خاصهم العاده بحال العاده. عييت بزاف ودرت تخيلوا معايا انني نسيت مازال ما فرقتش الصوم والله الا باقي ما كليتش غنجلس دابا تقريبا بقات واحد 10 ديال الدقائق غادي نحاول نقصو ان شاء الله وناكل شي حاجه باش نصور ان شاء الله الشوط الثاني ان شاء الله. وكنتمناو انه يكون مربوح ويخرج هاد الجماهير كامله تخرج ان شاء الله فرحان. باي. السيره كتباقى من افضل الاجاوي من الفرح عندي اداء الماتش صعيب بزاف صدقوا لي ضيعنا بيلانتي الاول الماتش غادي يزيد صعب علينا شويه.
دابا في نهاية المقابلة انتصار فريق الرجاء بواحد من زيرو. غادي نحاول ما امكن ندوز البلاصه اللي كانسين فيها جمهور ديال الفريق الطيف باش ناخذ تصريحات من عندهم. عندي المحاوله ديالي بقاو معايا حتى كيفاش الماتش؟ واعر مزيان مزيان. سي تري بون اكسبيرونس و فريمون تري بون ماتش لعبو بيان كوم يل فو والحمد لله على هذا الانتصار. كيفاش الاجواء من بعد الرجوع ديال الرجاء ايكاز وكريم فو؟ فريمون تري بواحد التبوريشه ما شحال ما حسينا بها. شحال ما حسينا بها شحال ما حسينا بها حسينا بها مع الاجواء اكزاكتومون غنينا ونشطنا الحمد لله الحمد لله على هذا الانتصار. الحمد لله وكان يقول ديما رجاء مزيان. انا كيعجبني تصدمت ملي شفت جمهور هكا حيت ما عمرني شفت جمهور هكا ولي فرحان بالفرقه ديالهم كيف شفت اليوم وعجبني الحال بزاف والله. حنا ديالنا كيفاش الاجواء الرمضانيه مع مقابله ديال الرجاء وصرت ان الناس الاغلبيه جابوا الفطور ديالهم وفطروا اليوم في التيران؟ مزيانه واخا زدت الفطور ديالي. زدتي في الفطور؟ بعدا فطرتي بعدا ياك؟ شويه صحه وراحه. كيفاش الاجواء اون جينيرال ديال الماتش؟ عجبتني بزاف حقيقة. عجبني دابا من حسن ملي كيكون في النهار هكا زوين عجبني و اتس بيرفكت واي باش نبداو رمضان. هادي أول مرة تجي فيها التيران؟ ثاني مرة ولكن أول مرة جيت من دول كتير. اها بديتي الأمبيونس من الأول تالآخر. بصحة وراحة. شكرا جزيلا تبارك الله عليك الله يهنيك. كان واحد التصريح اللي هو حصري مع الفنانة عويطة بنت الرياضي الكبير عويطة. فرحانه بزاف بالجمهور ديال الرجاء وعجبتها بزاف الامبيونس وقالت بانها في اخر مره غادي تعاود ترجع باش تفرج الماتشات ديال الرجاء هنا في مركب محمد الخامس. غادي نحاول ما امكن انني ننقز ونمشي للجهه اللي فيها الجمهور ديال الجزائري باش ناخذ التصريحات ديالهم حول المقابله. بقاو معايا الشباب. اوكي بوي. كيفاش راكم الماتش اليوم؟ فرانشمون إلي إيتي إكستراوردينيغ. لي جوار دو راجا إيزون سوبر بيان جوي. لي سوبورتير إيزون إيتي إكستراوردينيغ. فيليسيتاسيون أ أو. موا جو كون سوبورتي لالجيري. لو إس إس إيجيب مالوغوزمون إيزون بيردو. مي أن توكا سا إيتي أن سوبر بو ماتش. إي فيف لو ماروك إي فيف لالجيري. شكرا. أحسن حاجة في هادشي كامل هو أننا تأهلنا بجوج بينا واخا حنا تصدرنا المجموعة حتى أنتم راكم تأهلتوا معنا. دونك إن شاء الله حد موفق إن شاء الله في قادم المقابلات. قولوا لي كيجاتكم الأمبيونس؟ فرانشمون الأمبيونس إكستراوردينيغ. فرانشمون رانا نجيرو مانيفيك أمبيونس رانا نجيرو. مرحبا بكم. فيليسيتاسيون. مازال متأثرين بالهزيمات ديال المنتخب الجزائري في لاكوب دي مون. كيجاتكم الخسارة في آخر لحظة؟ معليش سي لو جو أبخي دون 5 أون إن شاء الله نغوتونترا نو تشونس. On soutiendra le Maghreb. كما كنقولوا في المغرب هي خيرها وغيرها ان شاء الله. ان شاء الله. بون كوراج. ميرسي بيان بوك ماجا. السلام عليكم. جاك ستيف. هذه وديما شبيبات القبائل ومولوديات العاصمه. خاصكم تعرفوا واحد المعلومه بانني انا في 2015 ديبلاسيت ومشيت لواحد القبطه في ذاك الماتش اللي عقدتي فيه بالضبط فاش كنظن واحد المناوشات مع النهار ديال 1/1 فاش كنظن واحد المناوشات مع حسن حمار مع البوليس ديال الجزائر. مي الحمد لله استقبلونا جمهور الجزائر احسن استقبال وانا كنشهد بها حيت انا اللي ديبلاسيت وانا اللي شفت داكشي بعيني. دونك شكراكم وانتم مرحبا بكم في اي وقت بعيدا على اي حاجه بعيدا على السياسه بعيدا على اي حاجه. الله يعمرها دار اخويا. وكيفاش الامبيونس؟ كيفاش تكون الجمهور ديال المكان؟ الله يبارك فيك مرحبا بكم الجزائر خويا وفي مولود ديال طراجيشنا وفي جياسكا وفي الجيري والمغرب. تحيه وفاق ستيف. شكرا عليكم. الشباب الحمد لله توفقت اني ناخذ بعض التصريحات من عند الجمهور الجزائري واخا انه كان كاعي حيت بطبيعه الحال انهم خسروا بواحد الزيرو دونك ولكن تقبلوها بكل حريه سورتو اننا غادي ندوزوا بجوج بينا للدور المقبل للربع النهائي. حنا غادي ندوزوا حنا متصدرين هما يدوزوا في المركز الثاني. الله يحفظك. ديما راجا خويا. ديما راجا. الدراري كلشي ناشط. الشباب كلشي ناشط. الجمهور ديال الرجاء ناشط. في اول ايام رمضان الحمد لله واحد الامبيونس واعره امبيونس رمضانيه وسط التيران. الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير. نوريكم الاجواء مازال برا وموراها غادي نختموا هذا الفلوق. كنا شو صافي الماتش كان زوين الصراحه شفنا فرحنا الحمد لله. ما خرجناش ديما راجع ما خرجناش معايا حزينين ديما راجع. كيفاش الماتش؟ واعر كان زوين. الامبيونس كيفاش جات الامبيونس؟ مزيانه. اول مره جيتي لك؟ لا ماشي اخر مره. الله يصلح. شكرا الله يحفظك. ديما راجع ديما راجع ديما راجع ديما راجع ديما راجع ديما راجع ديما راجع.
شعار رجاوي شعار رجاوي ديما راجا خويا ديما راجا. في هذه اللحظه بالضبط كنتصادفوا مع الخروج ديال الجماهير ديال الفيراج، جماهير الايكل وجماهير غرين بوي، تنطلقوا بهم دابا في الطريق، حتى هما فرحانين كلشي ناشط الحمد لله. ديما راجا واحد شباب واحد البلان واعر، هادو اغلبيه هنا كاين غرين بوز وهنا كاين الايكلز، هادو كلهم خوت. شباب كنتمنى ان الفلوق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، حاول ان نوصل لكم كل صغيره وكبيره على المقابله. جيت تقريبا واحد 3 سوايع قبل من الماتش باش نواكب الماتش كامل، كيف ما شفتوا اليوم كان الزحام بزاف وكان الجمهور كثير تبارك الله، كانت امبيونس واعره، واهم حاجه في هادشي كامل هو ان الرجاء انتصرت بواحد 0 وكسبت 3 نقاط اللي كتخول ليها انها تصدر المجموعه. المقابله كانت شيقه بزاف وكانت حماسيه، خاصه بعد رجوع المجموعه ديال المكانه اللي عطى واحد الجو واعر للمكانه، وحسينا بان مركب محمد الخامس عاود رجعت فيه الحياه من جديد. كنتمنى ان هذا البلوك يكون نال الاعجاب ديالكم، يعجبكم هذا المحتوى باش انني نكمل في هذا البلوك اللي هما رياضيين. ان شاء الله كنوعدكم بالمزيد، خليوا لي التعليق ديالكم، قولوا لي كيفاش جاكم الماتش، قولوا لي كيفاش جاكم الفيديو، قولوا لي الملاحظات ديالكم كامله كنتسناها بصدر رحب مرحبا بالجميع. شكرا جميع الرجاويين اللي رحبوا بيا، شكرا للناس كاملين اللي عطوني بلايصه باش نجلس حداهم، شكرا لاي واحد داز بلوك رائع. شكرا جزيلا لكم الشباب، وديما ديما رجاء. باي ديما رجاء. برافو عليك. خضرة تشيل الحبيبة وين ما تروحي تجيني قريبة، راح ذاك في البابور طيارة الايروبور، ويا الله فريق نوار من المطار المطار، ويلا طول ربي العمار وما تنساوش جيب كومونتير وتابوناو.